بابا ديت ديت يعني ديت اللي هو ديت التمر او البلح، ديت مانجو اللي هو المانجا، باينابل 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 يعني اناناس، باينابل بنانا باينابل بنانا. بنانا اسمعي يا ادم كلنا هنقرا بس اما خلص، بس باينابل باينابل بنانا، اورنج اورنج، فيج فيج، ابل ابل ابل. بعض الخضروات الفيجيتابلز لايك بوتيتس بوتيتس، اوليفز اوليفز، كيوكمبر كيوكمبر كيوكمبر، كاروت كاروت، اونيون اونيون. اتفضل يا ادم اقرا لانك انت اول واحد دخلت. اتفضل open your mic and read now. Watermelon, watermelon, guava, guava, لا guava pear, guava 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 guava. guava, 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 date, date, mango, mango, pineapple, لا لا pineapple, لا مش باينيبل، باينبل باينبل. pineapple, pineapple, banana. Banana, orange, orange, لا ادم اورنج مش لا لا ري ري، اورنج orange, اورنج. orange, orange, pick, pick, apple, apple, vegetable, vegetable, potato, potato, olive, olive, cucumber, cucumber, carrot, carrot. Onion, onion. Thank you يا آدم، تفضل يا أنس، your turn. حضرتك سمعتي حاجة؟ طبعا ممتاز 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 ممتاز، تفضل يا أنس. Watermelon, watermelon, vegetable, فين فيش تبوظ دي؟ حاجة ويتر جافرا. ميلون مش م... أنس ويتر ميلون مش ميلون، ميلون. Watermelon, watermelon, بعد watermelon then جافا. بطيخ، ووتر ميلون بطيخ، يا ووتر ميلون ووتر ميلون. بعدها جوافة يعني ايه؟ بعد بطيخ ايه؟ جوافة جوافة الجوافة. جافا بعد جوافا دين على بطاطس اساس اسمها جوافة. انت مش معاك كتاب يا بطيخ. انس؟ بص اهو يا بابا الكتاب اهو. Don't لا ديت ديت اسمها ايه يا انس؟ تمر على لا البيت ديت يا ديت. بيت مانجو باينابل باينابل بانانا اورنج فن اورنج يا اورنج، فينج ابل فيج فيج ابل بوتيتوس اوف اوليف اوف يا يس اوليف. اوليف اوليف كايو كوك كيوكمبر كايو كمبر كاروت اوني يا ذاتس في رايت بيرفكت. شكرا ليك يا انس، اتفضلي يا بقى يور تيرن، دورك. أنا صح بس يباء يور تيرن. ووتر ميلون مانجو مانجو يس، باينابل باينابل بانانا بنانا، اورنج اورنج، فيج يا فيك، ابل 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 يس ابل. هم
potatoes. Yes. Olives. Hello. Yeah, olives. Cucumber. Yeah, cucumber. Carrot. Carrot. Onion. Yeah, onion. Yeah, right, onion. The second page, الصفحة اللي بعدها، الصفحة الثانية معانا. طبعا ده واضح ان ده محل فاكهة مكتوب عندنا فروت. أول حاجة السؤال اللي عندنا، الأم بتسأل do you like pineapples؟ بتحب البينابلز؟ الولد قال لها yes I do، أيوة أنا بحب البينابلز، الأناناس. Can I have a pineapple please؟ الأم قالت لصاحب المحل ممكن أنا آخد بينابل لو سمحت، أناناس لو سمحت. رد عليها وقال لها إيه؟ yes here you are، اتفضلي. طبعا سألته سؤال how much is that؟ طب ثمنها كام؟ ثمن كام الأناناس ده؟ البائع قال لها السيلر قال that's 11 pounds، يعني ثمن الأناناس 11 جنيه 11 pounds. طيب كده أنا عندي أكتر من سؤال في الجزء ده. إيه بقى الأسئلة اللي عندنا وركز فيها؟ أول سؤال عندنا يا أنس سؤال do you like، يعني هل أنت تحب؟ هل أنت تحب؟ أنا عايز أسأل دلوقتي آدم وأقول له، أسأله آدم هيقول لي do you like apples؟ أنت بتحب الأبلز يعني يا آدم؟ Yes, I do. Yes, I love Yes. it very much. Okay, so Anas, do you like apples? Yes, I like apples. I Yeah, do. yes, I like. Okay, yes, I do. Perfect, شطور. I Okay, love قولي. the I like it. I Adam. like the strawberry too very Okay, Adam. much. Okay, Adam. Thank you. شكرا لي. إباء، قولي لي يا إباء. Do you like apples? Yes. Yes, I do. Yes, Yes, I I do. do. طب آدم أسألك سؤال، do you like pineapples؟ بتحب الأناناس؟ يبقى تقولي إيه يا آدم؟ no، دي معناها إيه بقى؟ No, I don't. No, perfect، no I don't. كفاية، أنا عايزة short short answer، عايزة إجابة مختصرة. يعني no I don't. Yes, no I don't. Thank you، شكرا لك. أنس، do you like pineapples؟ أنا أحب الوتر ميلون. مي تو، وانا كمان يا انس يا ادم. اتفضل يا انس بسالك، اوبن يور مايك. ها قول لي يا انس، do you like do you like أحب ووتر ميلون؟ بتحب البطيخ يا ادم يا انس؟ Yes, I do. الصراحة بحب الثلاثة دول. اوكي ماشي يا انس. اباء قولي لي يا اباء، do you like bananas؟ يباء سامعاني، do you like bananas؟ بتحبي البانانز يا يباء؟ Yes. اوكي Yes. يس، اسمها يس ايه بقى يا Yes, يباء؟ I do. يا اوكي طيب Yes, انا I هعمل do. اوكي يا يباء، ثانك يو، شكرا لك. انا ادم عايزاك تسال انا مين؟ انس، هل انت يا انس بتحب المانجا؟ هتساله له ازاي؟ افتح المايك واسال انس يا ادم، يلا ادم افتح المايك، اوبن المايك. Do you like لايك ا مانجو mango? كده ثانيه يا انس. Do you like mango? يا do you I like a like mango؟ mango. اوكي do you like a I mango؟ like mango. اوكي يا ادم انت سالته خلاص، جاوب عليه يا انس، جاوب على ادم. Yes, I like. لا لا، yes I do، عشان لو قلنا yes I like لازم نكمل الجملة الآخر، yes I like a mango. أنا عايزة short answer، إجابة مختصرة، يبقى yes I do. طب أنا اسأل آدم، هل أنت بتحب التين يا آدم؟ أنا اسأل آدم، هل أنت ايه؟ بتحب التين؟ استأذن حضرتك دقيقة بحبه. وهرجع. اسمع يا آدم، أنت سألت أنس مرة وأنس هو هيسألك مرة. أوكي؟ اوكي اوكي انس، انت بتعمل حاجه دلوقتي ولا في ولا ايه؟
طيب خلاص، انس بس بيعمل حاجه معينه. اتفضلي يا اباء، قولي لي يا اباء، اسالي ادم، هل انت يا ادم بتحب التين؟ Yes, I do. لسه ما اصبر يا ادم، ويت ويت ويت، لسه لما تسالك ايه بقى اصلا. يلا يا بقى اسالي ادم. Do you like pig? يا دو يو لايك، دو يو لايك فيجز؟ Yes, I do. اتس اوكي، تمام. ده كان السؤال، يعني question and answer. طب في سؤال تاني معانا، ايه السؤال ده بقى؟ can I have please؟ انا مثلا ازاي اروح عند البائع يا ادم واقول له انا عايزه، عايز لو سمحت، عايزه مثلا عدد معين من التفاح او التين او الوتر ميلون، اقولها ازاي؟ can I have الاكزامبل اللي معانا، can I have 6 apples please؟ يعني ممكن اخد 6 تفاحات لو سمحت. ممكن اقول can I have 1 بيتل ووتر ميلون بليز، ممكن اخد بطيخه لو سمحت. can I have yeah can I have 3 bananas please، ممكن اخد 3 موزات لو سمحت. طيب البنت هيرد عليا يا ادم يقول ايه؟ هيقول لي ايه يا ادم؟ افتح المايك يا ادم، هيقول لي ايه؟ لا المايك مقفول يا ادم، اوبن يور مايك. هيقول لي، قول لي. ها بيرفكت، يس هير يو ار، يس هير يو ار، يس هير يو ار، يعني اتفضل. اتس اوكي يا ادم. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال حلو قوي، بنسأل عن الثمن يا انس. هاو ماتش، هاو ماتش از ذات، هاو ماتش از ذات، هاو ماتش از ذات. طبعا انا هنا بس بسأل عن سؤال مفرد، فالذات عندنا كسنجولار مفرد، فانا بقول هاو ماتش از ذات، يعني ده بكام، ده بكام، هاو ماتش از ذات، هاو ماتش از ذات. يبقى انا عشان اسأل على سعر حاجه يا انس اقول ايه؟ How much is this? Is that is that yes. Is that? طب عشان اقول السعر بتاعي بقول that، واقول الرقم بتاعي، وبعد كده كم pounds، pounds يعني جنيهات. That's 4 pounds يعني هذا 4 جنيهات. That's 5 pounds 5 جنيهات. That's 10 pounds يعني ده ب10 جنيه. It's okay. طب نقرأ المحادثة دي، اتفضل يا ادم اقرأ اول حاجة. لا ثانية يا ادم، ده مش دورك، ده يا باء. اتفضلي يا باء، نمبر 1 اقراي اول محادثة معانا. يلا يا باء اتفضلي. هنا يا اللي انا عاملة عليها مربع دي، اتفضلي. دو do you like pineapples? يا كمل. يس ايه، Yes, I do. يا ثانك يو، شكرا ليك، ثانك يو. اللي بعدها يا ادم اتفضل، اوبن يور مايك يا ادم، اوبن يور مايك. Can I have a pineapple? باينابل، Yes, here. Yes, here you are. يس هير يو ار، اوكي يا ادم ثانك يو. Yes, here you are. انس اتفضل، نمبر 3 اتفضل يا ادم، يا انس اخر جزء معانا. يلا يا انس، رحت فين؟ Yes. اتفضل ريد. Yes. Miss. انا سامعاك يا سمعان. انس، انا سامعاك، انت سامعني؟ أيوه. طب يلا قول اتفضل. بقول لك do you like fana لا لا لا، مش دلوقتي، احنا في اخر جزء، فهاو ماتش ده الجزء بتاعك. how much is it? يا هاو ماتش از How ذات، much is this? هاو ماتش از ذات. It's 11. It's 11. pounds. It's 11 It's pounds. 11 Yeah, that's 11 pounds. That's 11 pounds. ده 11 جنيه. It's okay. طيب الدرس اللي بعد كده يا ولاد سهل قوي 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 قوي، اللانجوج اللي عندنا.
بيتكلم عن ايه؟ بلورالز الجمع، بلورالز بلورالز، كلمة بلورالز يابا معناها جمع، بلورالز بلورالز. أول حاجة بلورالز يعني إيه؟ بلورالز يعني واحد، حاجة واحدة فقط. طيب الجمع ده اللي هو إيه؟ الجمع ده يا إبا اللي هو 2 3 4 يعني أي رقم تاني باستثناء 1. أنا عندي 1 يا إبا، أنا بتكلم عن حاجة سينجولار مفرد. لو أنا عندي 2 أو 3 أو 4 أنا بتكلم عن حاجة بلورال يعني جمع. طب ده أول جزء فهمناه. الجزء التاني يا إبا اللي هو إيه؟ ازاي احول الكلمه من فروم سينجولار تو بلورال يا ادم؟ ازاي احول الكلمه من مفرد لجمع؟ طبيعي عندنا اللي احنا بنضيف اس، بمعنى ايه؟ انا عندي كلمه ابل دي كده مفرده، وان ابل وان ابل، عايزه اخليها جمع يا انس، اقول ايه؟ تو ابلز. انا عملت ايه الكلمه يا ادم؟ يا وي اد اس، ضفنا حرف الاس، يبقى وان ابل تو ابلز، وان فيج تو فيجز، on 3 figs 4 figs. ضفنا حرف الاس. طب هل احنا يا ادم بنضيف اس فقط دايما؟ لا، في حالات بنضيف فيها يا انس اي اس، بنضيف فيها اي اس. امتى يا تيتشر احط الاي اس بقى يا ابا؟ امتى؟ لو الكلمه الاساسيه المفرده بتاعتي يا ادم بتنتهي وي اد اي اس اف ذا ناون اندز ان سي اتش او اس اتش اس اس اكس او اول المجموعه دي كلها، اي كلمه من الكلمات من الكلمات عندنا المفردة يا أنس تنتهي بأي كلمة من دول سي اتش اس اتش اس اس او 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 اكس، لما اجي احولها من المفرد للجمع يا أنس انا بضيف اس. ازاي يا تيتشر؟ المثال عندي، عندي كلمة مانجو، مانجو دي اخرها ايه يا أنس؟ يا مانجو اخرها او، لما اجي احولها او للجمع مش هضيف ليها فقط اس، لا اضيف لها اي اس، هتبقى مانجو واضيف ليها يا ادب ايه؟ اي اس بالشكل ده يا اي اس. طب ادب عندي كلمه بوكس اجمعها ازاي؟ اضيف لها ايه عشان اجمعها؟ بوكس صندوق، ها اضيف لها ايه يا ادم؟ بوكس يا هنضيف لها ايه في الاخر، اس اور اي اس اس يا ادم؟ تنتهي بالاكس يا اي اي اس، يبقى اس بوكسز الجمع بتاعنا يبقى اي اس، هنضيف لها اس. يا انس عندي كلمه بيت شخوخه اجمعها ازاي؟ قول لي دي سنجولار اضيف لها ايه عشان احولها بلورال جمع؟ احطها ايه دي خوخة واحدة احطها اي اس طب ليه اي اس يا ادم؟ ليه لي اي اس يا انس مش اس بس؟ ليه؟ ليه بقى؟ ليه اي اس مش ليه اس بقى؟ بقى؟ إيه عشان ده كتير لا تو لان احنا قلنا لو الكلمه بتاعتي يا ادس بتنتهي بايه؟ بتي اتش اس اي اتش اس 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 او اكس، اي كلمه يا انس بتنتهي باي حاجه من الحروف دي وفي نفس الوقت عايزين نحولها للبلورال لجمع انا بضيف لها اي اس، بضيف لها ايه؟ اي اس اي اس اي اس اي اس طيب اسالك سؤال تاني انس عشان اتاكد انك فهمت. طب كلمه بوك كتاب اضيف لها ايه؟ هل هضيف لها اس او لا اي اس عشان احولها للجمع؟ كلمه بوك في او من الحروف اللي بتضاف لها الاس لا ما بتساوي لك ايه؟ هنضيف لها اس شطور يا انس، ممتاز، برافو عليك. هنضيف لها اس بس، ليه اس بس؟ علشان هي ما فيهاش اي حاجه من الحروف دي. طب اتفضلي يا اباء قولي لي كلمه زي كلمه ايه يا اباء؟ اختار كلمه يا دش، قولي لي يا بقى كلمة دش معناها طبق، أحولها إزاي لبلورال؟ ها؟ أضيف لها إيه يا بقى؟ اس برافو عليكي، بس ليه ضفنا إيه إس؟ ما ضفناش إس فقط ليه؟ عشان بتنتهي بإيه؟ اس برافو عليكي، عشان بتنتهي معايا بالإس إتش. ممتازين يا ولاد، بيرفكت، برافو عليكم، ممتاز ممتاز ممتاز. نحل مع بعض الاكسرسايز، يلا يا ادم. نمبر 1 Number ريد اند انسر. one, I يس have two potatoes. يس، برافو عليك يا ادم. ليه ادم قلت 2 بوتيتوز؟ ليه قلت 2 مش 1 عشان مثلا؟ في ES. بيرفكت، اي اس، ممتاز، two potatoes، thank you، شكرا لي. number two يا أنس.
يور تيرن، اتفضل. معناها توب، توب كتير. بعديها بعدين فيها I have one fig. يا بيرفكت، ممتاز. ليه اخترت فيجي انس؟ ليه؟ عشان I have one big one. دي سيجلر او بلورال؟ دي مفرد ولا جمع؟ دي مفرد. يا رايت، مفرد سيجلر، ممتاز. بس وجيت، اتفضلي يا اباء. وي يا وي هاف يا وي هاف فور بانانز. يا بيرفكت، برافو عليكي. انا عندي فور، فور دي بلورال جمع، فاختار بانانز. شكرا ليكي يا اباء، برافو عليكي. اتفضل يا ادم، نمبر فور. They have three mangoes. يا بيرفكت، شطور يا ادم. 3 مانجوز، بيرفكت. انس، ثانية واحدة. نعم، اتفضل دورك. نمبر 6، نمبر 5. what حليته فور. آخر واحدة. can I have six potatoes. Yeah, perfect. Can I have six figs, please? Okay, شكرا ليك يا انس. 6 figs، ممتاز. Okay, ولاد، are you done؟ خلصنا الجزء ده؟ No. Done. امسحي يا ماس. Yes. Yes, it's okay. يس دندن. اوكي طيب، هنقفل السيشن ونرجع نكمل مع بعض. باي باي.